السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الويب باستخدام ASP.NET Core. والنهاردة هنتكلم عن الباترن الشهير اللي بيستخدم في تطبيقات الويب، مش في دوت نت كور بس، لا، في معظم تطبيقات الويب، في معظم بيئات العمل حول العالم، وهو الموديل فيو كنترولر او الام في سي. فخليكوا معنا. في ناس كتبوا لي بعض التعليقات كده في بعض الحلقات اللي فاتت في الكورس، وبيقولوا ان هم عاوزين الكورس من غير باترن الام في سي، وفي ناس قالوا باترن الام في سي ده باترن صعب، عاوزين حاجه اسهل او كده. هو باترن الام في سي هو اللي مبني عليه اساسا فكره الاي اس بي دوت نت، يعني الاي اس بي دوت نت كور والاي اس بي دوت نت ام في سي لما دخلوه في الباترن دوت، بصراحه يعني حقق نجاح رهيب جدا، وده لاسباب كتيره يعني. فهو اصبح حاجه اساسيه داخل لما تيجي تدرس ام في سي. في طرق تانية بس هي طرق مش منظمه وصعبه، ويعني ما اعتقدش ان في مكان لو رحتوا تشتغل فيه وقلت له مثلا بشتغل بديزاين باترن كذا ما بشتغلش ام في سي، هيقبلك، لان هو عنده الام في سي ده الاساسي. ماشي، الام في سي ده شيء اساسي في بناء التطبيقات بي اس بي دوت نت كور وبيئات تانية، يعني بيئه زي بي اتش بي ولارافيل برضو مهم فيهم الام في سي، انجلر لما لو عملت بيه شغل الوان بيج برضو نفس الحوار، في برضو ام في سي كتير قوي، كله في ام في سي، حتى فلاتر جديد دلوقتي لما ضافوا بعض المكتبات ليه بقى برضو ممكن يتقبل شغل الام في سي. وان ما اشتغلتش ام في سي هتشتغل ام في في ام موديل فيو موديل. فانت يعني مش عارف الناس خايفه ليه من باترن الام في سي، لازم تقبله كنوع من انواع الاساسيات في تعلم برمجه الويب. خلاص، انت عبرمج ويب، انت شغال ام في سي، والله انت عبقري بقى وعندك باترن تاني ما تقدر تدرس فيه مع نفسك، بس بعد ما تاخد الاساسيات بالام في سي. وانت عندك هنا الاي اس بي دوت نت كور بيعتمد على 2 باترن اساسيين، الباترن الاولاني هو الام في سي، ماشي، والباترن الثاني هو ديبندنسي انجكشن، وده هنشرحه في الحلقه الجايه، لان انا يهمني تكون فاهم الموديلنج فيو كنترولر والباترن الثاني اللي هو ديبندنسي انجكشن قبل ما تبدا الدوت نت كور، لان هما اللي بيتبني عليهم الشغل الجاي كله. تمام، وما تقلقوش يعني الناس اللي خايفه من الموضوع دوت، انا هبسط لكم الموضوع بشكل بسيط جدا، واي حد هيفهم ايه هي الام في سي وايه علاقتها بالشغل بتاعنا، وكمان هيبقى عنده تخيل ازاي يشتغل عليها في المستقبل. فما تقلقوش، خليكم بس معايا، ركزوا في الكلام اللي هقوله دوت، وان شاء الله هتطلع من الحلقه ديت انت فاهم ام في سي بشكل رهيب جدا، ومستعد بقى للحلقات الجايه اللي هنبدا نستخدم فيها الموديل بتاعنا اللي هو الام في سي في الشغل بتاعنا، او الباترن بتاع الام في سي في الشغل بتاعنا. انت اساسا لما بتكريت الاس بي دوت نت بروجكت بيبقى حاطط لك 3 فولدرات كده اهوت، اول واحد الكنترولرز والموديل والفيو، ماشي، اللي هو الام في سي، الموديل فيو كنترولر. يعني الفكره في ايه الثلاث فولدرات دولت؟ اول واحد لو ناخدهم مثلا او ناخدهم بالاسم بالام، اول واحد الموديل، ده خليه دايما في دماغك حاجه اسمها الداتابيز لاير، الداتابيز لاير. تاني حاجة الكنترولر اللي هو البيزنس لاير، الجزء اللي بتكتب فيه اكواد السي شارب، هو ده برضو بملفات سي شارب بس بتبقى ملفات نوعها موديل، وهنشرح ملفات الموديل ديت كمان شوية واحنا شغالين. الفيو بقى هي الجزء اللي بيبان للعميل المستخدم للتطبيق بتاعك، ماشي. يبقى بيزنس لوجيك الجزء اللي بتكتب فيه اكواد سي شارب، موديل ده الداتابيز لاير، ودوت الجزء اللي بيتصل بيه بقواعد البيانات، ماشي، هخليها بيتصل دلوقتي او بيتعامل مع قواعد البيانات عموما، ماشي. والجزء الفيو اللي هو يكون بيظهر للعميل بتاعك وهو ايه شغال على التطبيق بتاعك. اوكي، طيب تعالوا نرجع بقى للاول خالص، تعالوا نشوف الصوره دي كده اهوت. الصورة ديت بتوضح لنا تخيل لتطبيق مخازن مثلا، مرة من غير الباترن الام في سي،
ومره بالباترن بتاعنا الام في سي. الناس اللي مش عارفه ايه اهميه الام في سي، ماشي؟ هنا من غير الام في سي كل حاجه عشوائيه، كل حاجه مش في مكانها. يعني ده اهو، دي صناديق اهيت موجوده جنب الموظفين، موجوده جنب الراجل اللي بيشرح دوت، اللي بيشرح مثلا المنتج، موجوده جنب الزباله هنا، ماشي؟ موجوده جنب صناديق تاني، موجوده جنب الموظفين اللي شغالين، الناس داخله طالعه عليهم، مفيش تنظيم، يعني الدنيا بايظه داخل ايه المخزن ده بشكل كبير جدا، مفيش حاجه محدده. بينما في الام في سي لا، هو هنا بقى ايه قسم لك الحاجه اللي هو التطبيق المخزن ده الاماكن، مكان مثلا الموظفين قاعدين فيه هو دوت مثلا الباك اند بتاعنا، او اللي يكون الكنترولر بتاعنا اللي بيكتب فيه السي شارب، وجزء للمخزن بتاعنا اللي هو الرفوف اللي بنخزن فيها البضاعه بتاعتنا، فدوت يبقى الموديل الام، ماشي؟ وجزء للعملاء بنعرض فيه المنتجات بتاعتنا، فيبقى ده ايه الفيو. فانت اصبحت حققت حاجه مهمه جدا باستخدام الام في سي، وهو الانكابسوليتنج. اصبح كل فئه من الاكواد بتاعتك مع بعضها، او كل داتا عندك مع بعضها، فانت قدرت تتحكم في الداتا فلو بتاعتك. شوف الداتا ماشيه كده كده، بيجي لك تاني الاوبريتنج من هنا، ماشي رايح هنا رايح هنا، فاصبحت كل حاجه منظمه. فالفكره من الباترن ده اهم شيء فيها هي تنظيم كتابه الكود بتاعك، لان انت في التطبيق بتاعك الواحد مش هتكتب كود واحد بس، انت هتكتب كذا كود، ماشي؟ لو فرضنا ان انت شغال بالطريقه الكلاسيك للدوت نت، فانت هتكتب اكواد سي شارب، هتكتبها فين؟ في الباك اند. وبعد ما تخلص كتابتها المفروض انها بتتفاعل مع قواعد البيانات وبتتفاعل مع الفرونت اند، ماشي؟ فقواعد البيانات لما تيجي تتعامل معاك تتعامل مع حته خاصه بيها برضو، واليوزر لما يجي يتعامل مع حته خاصه بيه، يبقاش كله فيه داتا وكله رايح وكله جاي مع كله، يبقى الدنيا ايه ملخبطه، ماشي؟ من ابسط الصور اللي بتشرح الموديل فيو كنترولر هو الحته دي. ده اليوزر بتاعنا اهوت، ماشي؟ داس على زرار في الفيو ان هو مثلا يعرض له داتا، اوكي؟ فايه اللي هيحصل؟ الريكوست هيروح للكنترولر عن طريق الفيو. هو المفروض السهم رايح كده للفيو، وبعد كده من الفيو ايه للكنترولر، المفروض كده. يعني السهم ده كده غلط على فكره، ماشي؟ نمسح كده ونقول ان ايه انت دوست على الزرار هنا، فريكوست هو اختصر لك يعني المكان، قالك للكنترولر. هو اليوزر هيدوس على الزرار في الفيو، الفيو هيروح للكنترولر. عاوز ايه يا عم؟ عاوز داتا، ماشي؟ عاوز اعرض مثلا الداتا الاحذيه اللي عندك على الموقع، ماشي؟ او داتا عميل مثلا، انت في بنك مثلا وده تطبيق بنك، انا عاوز الحساب بتاعي، انا عميل اهو، ده عميل دخل رقم الحساب بتاعه وداس انتر، ماشي؟ على الفيو هنا عشان الكنترولر يروح يجيب له ايه ملخص الحساب بتاعه. فالكنترولر هو سي شارب، انت بتكتب سي شارب، ماشي؟ بيستخدم حاجه زي الانتيتي فريم ورك، ماشي؟ الانتيتي فريم ورك دي بتروح للموديل، اوكي؟ والموديل عن طريق الانتيتي وعن طريق الموديل بيروحوا للداتابيز. داتابيز مثلا هيقول نقول ان الداتابيز ديت اس كيو ال، هنقول الداتابيز دي اوراكل، مش فارقه معانا خالص، ماشي؟ الداتابيز هترجع له الداتا. الموديل دوت بيبقى كلاس عادي بس بيبقى منظم، بيبقى واخد نفس الاستراكشر او التركيبه بتاعه الجدول بتاع الداتابيز اللي انت عاوز ترجعه. يعني مثلا اسم العميل في الـ في الـ في الاولانيه، مثلا ايه تاريخ الاشتراك، إيه الحساب بتاعه، مثلا الفلوس اللي سحبها يوم كذا اتسحبت بكذا او اودع يوم كذا، واجمالي الرصيد في اليوم ده كذا، والسطر اللي بعده هكذا وهكذا، زي كشف الحساب اللي بيجي لك في البنك على طول. ده جدول اهو، الموديل نظم الداتا بعد ما خدها من الداتابيز بالشكل دوت، رجع تاني للكنترولر اهوت، ريكويست ريسبوند انفورميشن، ماشي؟ الكنترولر خدها هيبدا يرجعها للفيو. الفيو هيقوم جاي ايه عارضها، لان هو طبعا اتش تي ام ال كود، عارضها للعميل، والعميل هيبقى ايه مبسوط، ماشي؟ وهي ديت العلاقه بين الموديل
والفيو والكنترولر بمنتهى البساطة. ماشي، احنا هنكتب كود سي شارب في الكنترولر. المودلز دي عبارة عن كلاسز بالسي شارب برضو. ماشي، والفيو ده فيها حاجات بسيطة، لان هي حاجة اسمها رازر اتش تي ام ال، فبيبقى فيها حاجات بسيطة سي شارب، بس الغالب فيها بيبقى فيها اكواد بقى اتش تي ام ال وجافا سكريبت وسي اس اس. بس احنا مش هنتعمق في الجزء بتاع الفرونت اند ده كتير، لان احنا الكورس ده اساسا هو باك اند، او تقدر تسميه فول ستاك، بس بيميل للباك اند ايه اكتر. اوكي، طبعا اللي عاوز يتعمق في الجزء بتاع الفيو وال HTML و CSS و JavaScript ده، في كورس انا حطه او ثلاث كورسات انا حطيتها في القناة، فتقدر تشوفها بانك تخش على القوائم بتاعة القناة بتاعتنا وتشوف الكورسات اللي موجودة، وهتلاقي الثلاث كورسات دولت موجودين وتقدر تشارك فيهم لو انت عاوز تتعلم اكتر عن الجزء بتاع ايه الفرونت اند. هنا الرسمة ديت بتوريك برضو علاقة تانية بين الفيو والكنترولر. ماشي، بحيث ان ايه زبون مثلا هنا القرد دوت المانكي ده دخل مثلا ايه ضف مثلا انت عندك حركات في مثلا في حسابك البنكي، انت عملت حركة عن طريق الفيو. ماشي، فالفيو هنا بيروح يالرت الكنترولر، الكنترولر بيابديت الموديل، والموديل لما بيتحدث هو بيبقى الفيو شايفه برضو عن طريق الكنترولر على فكرة. ماشي، ان الكنترولر دايما في النص. ماشي، بيشوفه اوكي ده كده فيحدثه، فالحركة مثلا وعمل حركة مرة واحدة يلاقي حركة زادت تحتها واحد كمان، عمل حركة تانية او ضاف حاجة يلاقيها تحتها واحد كمان، ضاف حركة تانية هيلاقي تحتها ايه ليست كمان، وهكذا. ودي برضو علاقة برضو نفس الفكرة برضو، ان الكنترولر هو البيزنس لوجيك او البيزنس لاير بتاعنا اللي بيقوم بكل الاوبريشن اللي احنا بنعمله. ماشي، وبعد كده بيبعت للموديل عشان يبروسس او عشان يا اما يفيتش داتا من الداتابيز او يسيت داتا في الداتابيز او يديليت او يابديت، لو عاوز يعمل ابديت كل ده شغل ايه في الداتابيز. ماشي، وبعد كده الريزلت يروح يتعرض بقى ايه في الموديل، وانت تقدر تتفرج عليه ايه في ساعتها او حسب بقى ما تصميم البرنامج بتاعك ايه شغال. في اخر الحلقة دي عاوز بس اقول ان الموديل فيو كنترولر ده من اهم الباترنز اللي نجح او انجحت موضوع تطبيقات الويب في العالم، وتعلمه امر مهم جدا. واتمنى الناس يعني اللي عنده لسه استفسار من اي نوع في الباترن دوت، احنا هنعمل عليه طبعا تجارب كتير وكل شغلنا هيبقى على الباترن ده. ماشي، فياريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناة وتعمل سبسكرايب، اللي مش هعمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان بيبقى له اولوية الرد على استفساراته. ماشي، وفي النهاية دمتم في رعاية الله وحفظه.